terserah. Kami ingin nanya kedua, Quran surat Al-Baqarah 203. Al-Baqarah 203. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويذكر الله على ما في قلبه وعلى السلطان. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فالله لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَهَزَّمَ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Kami akan ngecek juz 4. Juz 4. Quran surat Al-Imran ayat 141. Al-Imran ayat 141. Gunakan para penguji dengan Al-Quran 141. Ali Maksud, silakan. Maka konsentrasi di juz 4. Quran surat Al-Imran ayat 140. Wa yumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Selanjutnya sisi kedua, sudah ya, dan kita orang sudah.